سمعني بقى أحلى سلام للسمك اللي جاي من السويس وللجدع الجدع اللي جاب السمك من السويس. سلام أول وسلام تاني، أحلى سلام. ابنك عدل المايله اللي في السوق يا حاج. هو ايه اللي بيجرى في السوق ده يا؟ لقيتكم من السويس محملين، اكيد وراها ان. سمك التوريد بتاع المعلم بش في العربيه. كده اللي ليكوا خدتوه، ناخد اللي لينا بقى. مؤاخذه، عايزين كده مخالصه متزينه بمضيتك يا معلمه فوز. وماله يا اخويا؟ الحق ما يزعلش حد. غلوش، يلا نزل السمك من العربيه بتلاجات المعلم. اخس عليك يا معلم، يعني تبقى جاي من السفر شقيان انت والرجاله، ونخليكوا تعتلوا السمك كمان للتلاجه. السمك سمكنا واحنا هنعتله في التلاجات، ريح نفسك انت بس. دورهم. ايوه يا كبير، عتل السمك في التلاجات واكرم الرجالة، كل واحد بخمس متينات. أوامرك يا كبير. وسمعني بقى إيه أحلى سلام. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله يسلمك. صحيح، نجيبها للرجالة. الحق اجيب المخلصه بقى من المعلمه فوز. الف مبروك يا معلم بشر. يبارك في عمرك يا ابني، نصفت شيبتي وصلبت ظهري قدام الناس، عشان كده حق ربنا المحل ده هيبقى مشاركه مع دهب. من بكره هنزل اليافطه اللي عليها اسمي، ونرفع يافطه جديده عليها اسمك انت ودهب. يافطتك مش هتنزل على المحل يا معلم بشر طول ما انا عايش، وإن كان ضروري يبقى نغير اليافطة ونكتب عليها اسم منعم وأنا في ظهره ونكبره زي ما كنت أنت وأبويا قاسمين العشرة واللقمة. أنا عايز أفهمك حاجة بس الأول. بعدين مفيش وقت الكلام ده، ألحق المخلصة قبل ما الضلالية دول ياكلوها. يلا دهب. أنا أمرت الرجالة بتوعي يقلبوا الدنيا على عربيتك لحد ما لقيناها بفضل الله، وهتروح هتلاقي العربية تحت بيتك علشان تسافر بيها انت والمعلم براحتك تجيبوا سمك من السويس. وسمعني بقى أحلى سلام. هات العوائب سليمة يا رب. ألف ألف بركة يا معلم بشر، والله فرحت لك. صدقك صدقك يا عثمان، احنا بينا عيش وملح، مش بس قلبك الخفيف هو اللي رماك في سكة شدات. يا معلم انت لقيت ابن الحلال اللي يقف وسطه بظهرك، انما انا بطولي والايام ما بتجيش غير على اللي ملوش حد. بس والعيش والملح، والعيش والملح يا معلمين غصب عني. وقفه الرجاله ما يحوشهاش غير الموت، وانت نطيت من مركبنا في وسط البحر بدل ما تجدف معانا لغايه ما نوصل لبر الامان. الناس ظروف وكل واحد يحكم في نفسه يا منسي، انت راجل فاتح للدنيا صدرك، لكن في ناس بتماين وبتزق الايام عشان تعدي. لا انت غلطان ولا هو غلطان. بلا ظروف بلا جوابات. دق يا مزيكا. اتفضل يا معلم، مخلصة أمر التوريد. ودول فلوس السمك، وده بقى نفحة ليك وإكرامية للرجالة. دول حقي
انما النفحه دي تذبح بيها عجل وتفرقه على اهل الله. وماله؟ كله يوفر يا معلم. كل تمام يا ست دهب؟ مظبوط يا معلم. كده التوريد الجاي بعد شهر. على الله ان شاء الله. وقبل الشهر كمان ونخلص من عقد التوريد ده. وماله يا معلم؟ البحر يحب الزيادة. على الله ان شاء الله. يلا. الحمد لله على سلامتك يا معلم. على الله ان شاء الله. على مهلك على مهلك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كلمت زهران جاي بالليل على الفيلا. طب يلا شقله.